هذا الملف عندما تحدثت عن إلباسهما ثياب الراهب، بوش يلبس ثياب الراهب وبيريز يلبس ثياب الحاخام لنستمع إليهما بحجة حوار الأديان، مع أن الواقع يقول أن المشهد كان صورة من صور غزل السياسة والمديح والإطراء على الموقف السعودي. السؤال الثالث كما تابعتم وجهته البيان إلى مصر التي تبيع الغاز بأقل من ثمنه العالمي لإسرائيل المعتدية، بينما تخجل من إمداد غزة بمثل هذا الغاز ولو بثمنه الحقيقي بدون تخفيضات كما تأخذه إسرائيل. مع إشارة أريد أن أؤكد عليها مرة أخرى أن إيقاف تصدير الغاز لإسرائيل الذي قضت به المحكمة المصرية قبل مدة قصيرة أسبوع تقريبا، والذي ستطعن فيه الحكومة المصرية طبعا وأكدت أنها ستطعن في هذا القرار كيف يوقف الغاز لإسرائيل، هذا الإيقاف قضت المحكمة بإيقافه بسبب تبديد الثروة. كشف النواب أن إسرائيل تستفيد من فروق سعر الغاز يوميا ب9.5 مليون دولار، بمعنى 3 مليار و500 مليون دولار سنويا، وتكون مصر خلال هذه السنوات الثلاث قد أمدت إسرائيل بأكثر من 10 مليارات من الدولارات مجانا. هذا يفوق المساعدات التي تقدمها الولايات المتحدة لإسرائيل، بينما يعيش لا أقول أهل غزة بل أهل مصر نفسهم يعيشون تحت خط الفقر، ونحن ندعم، مصر تدعم إسرائيل ببيعها الغاز بأقل من ثمنه. السؤال الأخير الذي وجهته صحيفة البيان إلى جميع القادة العرب ومضمونه: أليس من المخجل أن سفن كسر الحصار تفد من قبرص وعلى متنها خواجات أوروبيون؟ أعيد سؤال البيان: ترى هل مات ضمير الإنسان؟ أجيبونا هداكم الله. قبل أن أغادر ما سطرته الصحف عن غزة أريد أن أختم بهذه التعليقات بأنه: هل يعقل أن تكون غزة على هذه الحال وحال أمتنا هي على ما هي عليه؟ ترى هل تسمع المملكة العربية السعودية أنات أهل غزة؟ أم أن مسامع المسؤولين فيها انحصرت بخطاب بيريز الرنان في الأمم المتحدة وكلمات بوش وبراون العذبة التي تستحلب بها الناقة السعودية لينهب نفطها علانية؟ مشاركة كريمة من السعودية في قمة العشرين للتبرع لحل أزمات الولايات المتحدة الأمريكية والتي وجهت مطالبات صريحة ووقحة ب 300 مليار دولار من دول الخليج لتغطية أزمتها المالية وبكل وقاحة. وكالة فرنس بريس أكدت عن المسؤولين الأمريكيين مطالبهم أو ربما أوامرهم. ما الذي صنعته الأزمة المالية؟ مئات المليارات حولت من بنوك الولايات المتحدة إلى إسرائيل قبل الأزمة لافتعالها، ومن ثم ينخفض سعر النفط من 140 دولار إلى 50 دولار للبرميل، وتطالب السعودية أيضا بكل وقاحة بتغطية الأزمة وتقديم مساعدات من عائدات النفط. زيارة وقحة لبراون. وما حالك أنت يا غزة؟ أليس لك من طرق الكؤوس ونشوتها نصيب؟ جدل طويل أيها الإخوة طرحه ضرب الكؤوس الذي تابعتموه بين العاهل السعودي ونظيره الأمريكي، وخلافات طويلة: هل كانت كأس الملك مملوءة خمرا أم ماء؟ لماذا تفترون على الملك؟ الكأس كأس ماء، وهذا حديث مغرضين، كيف تقولون أنها كانت كأس خمر؟ صدقوني أقولها بصدق، أنا تمعنت حتى في كأس بوش لم أرى فيها خمرا، لقد كانت كأسا من دمائي، كانت كأسا امتلأت بدمائي أكثر من مليون عراقي ضحايا إجرام بوش في بلاد الرافدين. رأيت فيها أيضا أنفاس أهلنا المحاصرين في غزة وجوعهم وعطشهم. أما كأس الملك السعودي التي اختلفوا فيها ماء أم خمرا، أنا رأيتها والله سوداء كأنها كأس نفط، وهذا نفطنا يقرع على جرائمكم الوفاق والرضا. ما الذي تفعله كأس من خمر شربها أو لم يشربها الملك أمام أن نطرق الكأس بكأس مجرم حرب لن تجف يده بعد من دماء إخوتنا؟ لماذا نعالج الخبر في إعلامنا بسذاجة؟ لا تعدو كأس الخمر إن شربها الملك أن تزيد على ذنب افتراه على نفسه يحاسبه عنه ربه، لكن من يحاسبه على جرمه بحق الشعوب؟ أقول: ليت الملك يشرب كل يوم برميلا من الخمر في مقابل أن يحجب مثله من النفط الذي يستثمر كعطايا لقتل إخوتنا وحصارهم. نحن لا ننظر للسطح ولكننا نرى عمق الجريمة. ماذا عن أمة تقتل رجالها وتستباح نساؤها ويجوع أطفالها بكؤوس النفط المطروقة؟ ماذا عن أولئك الذين لا يجدون لهم ناصرا غير الله في غزة والعراق، بينما يحتفل بوش بطرق الكؤوس فرحا بالمليارات تغيث أزمته المالية؟
وترمق أعين الأطفال في غزة كأسا من ماء صافية، كأس ماء هي، لكنها ترمق من أعين أطفال غزة لأنهم لا يجدونها بسبب الحصار. عادت بها الذاكرة إلى ما قبل عقدين أو تزيد ربما من الزمن، عندما زارت ملكة بريطانيا، ليست هذه الزيارة، قبل ربما 20 عام، زارت الملكة بعض دول الخليج وصافح أمير الدولة بدون تحديد اسمها، صافح الملكة، وقامت الدنيا ولم تقعد على مصافحة الأمير للملكة، بينما أهديت لها في زيارتها عشرات اللآلئ والجواهر من درر الخليج العربي، ولم يعر أحد لها بالا. القضية الكبرى، كيف يصافح الأمير الملكة؟ الحادثة تتكرر والمشهد يعيد نفسه اليوم كما تابعتم. ترى أليس حريا بمن أصغى مسامعه لكلمة بيريز وقراءاته الوديعة للسلام ومبادرة السلام العربية وثنائه على الملك أن يرعي مسامعه ولو مرة لصرخات الغوث في غزة؟ لك الله يا غزة.